السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام حوارنا، شكرا جزيلا الدكتور عيسى جوحلي على هذا اللقاء الجميل. جدا استمتعت، وأيضا استمتع جميع المتابعين لهذا اللقاء على هذا الحوار وعلى جميع أسئلتك الجميلة وصورك الجميلة. فأنت اليوم كنت مبدع، كنت رائع، فأرفع لك القبعة تقديرا واحتراما لك دكتورنا العزيز. أيضا شكرا لجميع الأعضاء الذين ساهموا معنا في نجاح هذا اللقاء، وأشكر أيضا على رأسهم الأستاذ يحيى الأمير أبو حسين، طبعا مدير هذا المنتدى الجميل الرائع الذي الآن له قيمة في منطقة جازان بثقافته وأدبه وحواراته، وأيضا بشهاداته لجميع الأعضاء وجميع أيضا المتواجدين معنا في حواراتنا. وأيضا أشكر جميع إدارة هذا المنتدى على حرصهم وعلى اهتمامهم، ومنهم المصممين وأيضا المتابعين والمنفذين لهذا البرنامج الجميل. شكرا لكم، تحياتي لكم. وأيضا الآن نسلم الأستاذ شهادة شكر وتقدير من إدارة المنتدى للدكتور عيسى جوحلي. تصبحون على ألف خير. أخوكم إبراهيم درح. وتقدير الأستاذ إبراهيم بن علي دلح والأستاذ علي أبو وائل علي المحنشي ومديرنا الغالي الأستاذ يحيى محمد العبير أبو حسين، شكري وتقديري. وأنا والله كنت من النوع اللي يبغى يحضر تحضير دقيق، لأن أنا هذا مبدئي أحضر لكل شيء، لكن إبراهيم ما شاء الله تبارك الله وفقك الله يا أستاذ إبراهيم، ألف 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 شكر وتقدير.